الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 53 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، يعني قال لهم بعدما صلى العشاء في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد أخر العشاء، قال: لا يبقى على وجه الأرض، شوف وجه الأرض كلها من الخلق جميع، من اللي عايشين دلوقتي بعد 100 سنة واحد منهم عايش تاني. أو دي علامة كبيرة من علامات النبوة، لأن ما يعرفش دي إلا ربك، الأجل دي بعلم الله، فلا يعلمها إلا لرسول. فهمت؟ يعني معناه لا يبقى على وجه. في ناس فهمت الحديث غلط، إن القيامة هتقوم بعد 100 سنة. لا، مش كده، ده ما بيقولش كده، ده بيتكلم على الجيل اللي عايش دلوقتي في هذه اللحظة، سواء كان ولد في هذه اللحظة أو كان طفلا أو كان شيخا أو كان شابا أو في أي عمر كان. بعد 100 سنة لن تجد واحد من هؤلاء، هيكونوا ماتوا كلهم وجيل جديد. فاهم؟ فدي برضو علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 42 بعد 606,000، قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال محمد بن رافع حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته. يبقى كان الحديث ده إيه؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهلوا يعني إيه؟ يعني في بعض الناس اندهشت ففهمت غلط، فهمت إن الأيام هتقوم بعد 100 سنة دي ولا إيه الحكاية؟ فهمت إزاي؟ وهل الناس، يعني ذهب وهمه لغير الصواب. يبقى وهل يعني إيه؟ ذهب وهمه إلى غير الصواب. تقول له التواهل ولا ايه؟ يعني فاهم غلط. فهمت ازاي؟ يبقى وهل يعني فهم غير الصواب. والوهل هو ايه؟ هو الوهم. الوهل هو الوهم، والوهم هو الفهم الخطأ الخالي عن دليل. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك، فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني ينقضي هذا الجيل. ينخرم ذلك القرن يعني ينقضي هذا الجيل. واستدل بهذا الحديث الإمام البخاري ومن وافقه على أن الخضر لو كان حيا لمات بعد 100 سنة من هذا الحديث.
على افتراض انه كان حي كويس، ده ممن قالوا بان الخضر لا يبقى على ظهر الارض، ولكن الجمهور علماء السنة ان الخضر حيا وان الدجال حي. طب امال ايه بقى ايه على ظهر الارض؟ قالوا الا من استثناه الله، يبقى كأن هناك استثناء، هناك مستثنين، الا من استثنى الله. طب افرض ابليس كان على ظهر الارض، طب ما هو خارج، انظرني الى يوم يبعثون في اللحظه دي، فهمت؟ يعني هو ابليس بيسيب الارض وهو قاعد يوسوس، هو كان على ظهر الارض، ما حدش قال ان ابليس مات بعد 100 سنه، يبقى هناك مستثنى من استثناه الله. افرض هناك ملائكه على ظهر الارض بتحضر الصلوات مع المسلمين، بتحضر مجالس الذكر، ما هي على ظهر الارض لكنها ما زالت حيه، يبقى هناك من يستثنى. وبالتالي هذا ليس تعميما ودليل على ان الخضر، لو قلنا انه حي وهو الراجح انه قد مات بهذا الحديث، لا، هو ممكن يقول لك ان الخضر كان في البحر ويقول على ظهر الارض، يتكلم على اليابسه، ما يتكلمش على البحر، تحتمل كل دي تحتمل، فهمت بقى؟ وعشان كده اهل السنه يردوا على مخالفيهم هذه الردود المنطقيه حتى تعرف ان مذهب اهل السنه مذهب مشيد بالادله. وعن ابي قال حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري باسناد معمر كمثل حديثه. وعن ابي قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول قبل ان يموت بشهر. شفت الروايه دي بقى؟ حددت لنا كمان ان الحديث ده كان قبل وفاه النبي بشهر. شوف تعدد الروايات مهم ازاي؟ لان الروايه تقول لك في اخر حياته. طب اخر حياته بقد ايه؟ شهر، شهرين، ثلاثه، اسبوع، ما نعرفش. تجي لك روايه تحدد لك. عشان كده لابد انك انت تجمع الروايات. ولا تغفل روايه، فهمت؟ يقول قبل ان يموت بشهر تسالوني عن الساعه وانما علمها عند الله واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسه تاتي عليها 100 سنه. نفس منفوسه يعني مولوده جايه من النفاس، والنفاس هي الولاده، مش كده برضو؟ من نفس منفوسه يعني مولوده الان. وسموا الولاده نفاس ليه؟ لانه بيخرج نفس اخر، انسان اخر، انسان اخر يتنفس، فهمت؟ سموها نفاس ونفس. ويقول لك امراه نفساء لانها اخرجت منها نفسا. وعن ابي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد ولم يذكر قبل موته بشهر. وعن ابي قال حدثني يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلى كلاهما عن المعتمر قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال ذلك قبل موته بشهر او نحو ذلك، ما من نفس منفوسه اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك، وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر، يعني يقصد بها نقص العمر، يعني ايه؟ يعني الموت، يعني انقضاء العمر يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان التيمي بالاسنادين جميعا مثله. وعن ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو خالد عن داوود واللفظ له حا
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانة عن حسين عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة. فقال سالم تذاكرنا ذلك عنده إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ. باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم لأنه من أكبر الكبائر سب المسلم ومن أكبر كبائر الكبائر سب الصحابة. النبي بيقول سباب المسلم إيه؟ فسوق، والفسوق كبير، يبقى سب المسلم كبير، والأكبر منها أن يكون هذا المسلم من أهل القرآن أو من أهل العلم أو من أهل الصلاح، والأكبر والأكبر أن يكون من أهل من الصحابة الجيل المشرف بصحبة النبي ونظروا إلى النبي ونظر النبي له، فهم؟ وذهب بعض المالكية إلى قتل من سب الصحابة. شوف قد إيه بعض المالكية، ولكن كل العلماء قالوا بتعزيره ولا يقتل إلا إذا سب نبي يقتل ردة. يبقى سباب الصحابة ليس كفرا ولكنه كبير من أكبر الكبائر. وده يدلك على أن الدولة الأموية كانت في أزمة كبيرة لأنهم ظلوا يسبون سيدنا علي على المنابر طول الدولة الأموية لحد في كل خطبة الجمعة، لو ما سبش يتقبض عليه، صور لو ما سبش سيدنا علي على المنبر يقبضوا عليه، إلى هذه الدرجة. لحد ما جاء عمر بن عبد العزيز ألغى هذه السنة السيئة، ألغاها وحط مكان سب سيدنا علي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبقوا يقولوا دي في ختام الخطبة بدلا من مما تعودوه من سب سيدنا علي. واعلم أن من سب وهو لا يستحق السب كان رفعا لدرجته عند الله. فشوف سيدنا علي بقى رفعوا درجاته قد ايه وهو اصلا مرفوع الدرجه، فهمت؟ فنسال الله ان يسلمنا من ظلم الحكام. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث الاول في هذا الباب قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه نصفه. يعني يبقى نصيفه معنى نصفه، والنصف فيها 4 لغات، نصف ونصف ونصف يعني بتثليث النون، والرابعة نصيف. يبقى النصف فيه 4 لغات في لغات العرب، 3 بتثليث النون، تثليث النون يعني ايه؟ بالفتح والكسر والضم والرفع. نصف 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 نصيف، 4 لغات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. ومن هو الصحابي عند أهل السنة؟ كل من رأى النبي أو رآه النبي في حال حياتهما ومات على الإسلام يبقى اسمه صحابي. ده مذهب أهل السنة. بعض أهل السنة وهم قلة قالوا الذي طالت صحبته، الذي طالت صحبته، عشان يخرجوا الأعراب اللي جم شافوا النبي مرة ومش يخرجوا، خد بالك، فقالوا لا، ولكن الراجح هو الأول. بمجرد أن رأى النبي أو رآه النبي ولو لحظة وكان مؤمنا حال رؤيته للنبي ومات على الإسلام
ثبتت له فضيلة الصحبة، فهم؟ وبالتالي نحن لا نسب أحد. حتى الخلاف اللي حدث بين سيدنا علي وبين معاوية بن أبي سفيان، وإن كنا ضد معاوية في هذه المسألة إلا أننا لا نسب معاوية، وإن كنا ضده، ولو كنا أيام سيدنا علي كنا هنوقف مع سيدنا علي ونموت معاه وتحت رايته، نحن متأكدين بهذا. لكن في نفس الوقت لا نسب معاوية احتراما للصحبة، احتراما للصحبة، عشان النبي قال لنا ما تسبوش أصحاب. فهمت بقى ازاي؟ ده المذهب الذي عليه الأزهر الشريف على مدى سنوات طويلة يعلم الناس. وإن كان في بعض أهل السنة يعني يتفننون في سب معاوية، نحن معهم أن معاوية كان مخطئ، نحن معهم لكن لا نسبه. لماذا؟ لحرمة الصحبة، مراعاة للحرمة، لأن النبي بيقول لا تسبوا أصحابي وثبتت له الصحبة. قالوا ده من الطلقاء ولم يدخل الإسلام في قلب ما... أنت ما دخلش قلبه. مين قال لك أنه لم يدخل الإسلام في قلبه؟ هل دخلت، هل شققت عن قلبي؟ لا يصح أنك أنت أول شيء لا يصح. إحنا نقول أن سيدنا علي هو الصواب وإحنا مع سيدنا علي، وأن معاوية أخطأ، ومعاوية تحجج بقميص عثمان، ولما قالت له الخلافة لم ينتقم من الذين قتلوا عثمان، يبقى دليلنا كانت حجة وهي، لأنه لما قالت له الخلافة لم يقبض عليهم، بل رق بعضهم وولى بعضهم واستعان ببعضهم، يبقى كان بيتحجج بقميص عثمان، فالخطأ فيه واضح، وانتهت به الخلافة الراشدة وصارت ملكا عضودا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نجزم بهذا كله، وبالرغم من هذا لا نعيب فيه ولا نسبه. لماذا؟ لحرمة الصحبة، مراعاة الحرمة واجبة، مراعاة الحرمة ايه؟ واجبة. فدي نقطة مهمة، مش معناه اننا لا نسب معناه اننا غافلين عن التاريخ، لا، نحن نعلم التاريخ ونعرف من الذي كان على الصواب ومن هو الباغي، هو الباغي على سيدنا علي. الرسول بيقول تقتله الفئة الباغية على عمار، وعمار قتل بسيوف من مع معاوية، فهو باغي، خلاص عرفنا. لكن لا نسبه، عشان الحديث ده مراعاة لحرمة النبي. يوم ما نقابل النبي يوم القيامة نقول له ما سبناش معاوية يا رسول الله بناء على وصيتك، احتراما لوصيتك يا رسول الله. فهمت؟ النبي يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والمسلم ليس بسباب ولا لعان. والعجيب ان سيدنا علي نفسه لم يؤثر عنه كلمة واحدة فيها سب لمعاوية، اللي هو نفسه اللي قتله. شوف أدب سيدنا علي بقى، فتأدب، إن كنت مع سيدنا علي فتعالى وكن علي الخلق. فهمت إزاي؟ إن كنت مع علي. لكن للأسف الروافد يعني أساءوا الأدب مع الصحابة، ويتعبدون الله بسب الصحابة وأكابرهم، حتى سيدنا أبي بكر وعمر وسيدنا عثمان، وبعدين يسب معاوية ومن معه، يسب، عودوا ألسنتهم على السباب. والمسلم ليس بسباب ولا فاحش ولا بذيء. فهمت؟ فلا بد أنك أنت تقف موقف الحياد بقدر طاقتك مع توطيد قلبك على أن سيدنا علي هو الذي كان عليا، وهو الذي كان صوابا، وأنه هو الذي كان بغي عليه، وأنه الحق كان معه. واضح؟ وبعدين ده قدر الله في الأمة، قدر الله في الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يعني اختبر الأمة بالخلاف، يختلف فيما بينهم، اختبر هذه الأمة بهذا. فنسأل الله أن يسلمنا من كل فتنة. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. شوف جبل أحد بقى ذهب، أنفقته لله بنية خالصة، مش هتجيب كبش التمر كده صدقة من صحاب، مش هتيجي ثواب كبش التمر، مد أحدهم ولا نصيف، عارف المد اللي هي كبش التمر ولا نصيف ولا نصف الكبشة دي كمان، فأنت مش مهما حاولت مش هتوصل لهم. لما وضع الله في قلوبهم من الخشية، من لما وضع الله في قلوبهم من الصدق لله عز وجل، ولما حباهم الله من ايه؟ من النظر الى النبي ونظر النبي لهم، وانت مهما فعلت مش هتوصل ان النبي ينظر لك خلاص في حال حياته، لكن نحن تحت نظر النبي في حال روحانيته وهو في برزخه.
لكن في حال حياة النبي حاجة تانية. كيف تستطيع انك انت يعني تصل لما وصلوا اليه ان تصلي صلاة واحدة خلف النبي؟ تعرفش تجيبها دي. هم صلوا خلف النبي ايام طويلة وسمعوا النبي مباشرة وخدموا النبي وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فمش حدش يعرف يوصل له بأي حال. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي. شفت بقى، خالد أسلم متأخر، عبد الرحمن بن عوف أسلم قديم، فلما اختلف سيدنا خالد مع عبد الرحمن سبه، فقال إيه؟ لا تسبوا أصحابي. من هنا مذهب بعض العلماء اللي قالوا أن الصحبة لا تثبت إلا بطول إيه؟ بطول الزمان. استدلوا بالحديث ده، ولكن الاحتياط واجب، ناخد بالرأي التاني. وعشان كده جموع العلماء خدوا بالرأي التاني ان الصحبة تثبت ولو لحظة رؤية النبي، خلاص يبقى صحاب احتياطا يا اخي، بدل ما تفتح على نفسك باب السباب وبعدين تلقى الله وهو عليك غضبان، فهمت؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. لكن معلوم أن الصحابة درجات، الصحابة نفسهم بها درجات، في منهم الأعلى درجة زي العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أهل البيعة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، فهم درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا شو بقى، وكلا وعد الله الحسنى. يبقى اطلع منها بقى، اطلع منها يا حشري، وربنا بيقول لك وكلا وعد الله الحسنى. اللي أسلم بعد الفتح واللي أسلم قبل الفتح كله ربنا وعده بالحسنى، اطلع أنت منها بقى. اللي جايبك أنت في آخر الزمن يا جاهل تتكلم، فهمت ازاي؟ وربنا نص عليها، فهمت بقى؟ وبالتالي تراعي الادب، مراعاه الادب مهم. وعن ابي قال حدثنا ابو سعيد الاشج وابو كريب قال حدثنا وكيع عن الاعمش حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي جميعا عن شعبة عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. أويس القرني ده من التابعين، وبالرغم يمكن النبي أخبر عنه، يعني هيجي بعد جيل النبي والنبي يكون توفي وأخبر عنه في حال حياته صلى الله عليه وسلم. أويس القرني منسوب إلى قرن، وهي من قبائل اليمن. أويس القرني قابله سيدنا عمر في خلافته، يبقى أول ما ظهر ظهر في خلافة سيدنا عمر، اتعرف في خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. مات إمتى بقى أويس القرني وهو أفضل التابعين بإجماع أهل السنة والجماعة؟ مات في صف سيدنا علي بن أبي طالب في صفين، قتل بسيوف من معه معاوية، الفئة البغية التي قتلت عمار هي التي قتلت أيضا أويس القرى. 70,000 يا عم ماتوا في صفين، 70,000 ماتوا في صفين، كل ده من أجل قميص عثمان، فهمت ازاي؟ عشان كده حتى الناس يقول لك بيتمحك بقميص عثمان، بقت مثل، بقت مثل ليوم القيامة، كل واحد يتمحك بحاجة وبعدين في الآخر ما تكونش هي الحقيقة، يظهر الزمن انه كانت مجرد حجة، وهي يقول عليه تمحك بقميص عثمان، لأن معاوية تمحك بدم عثمان، فلما قالت له الخلافة لم يعاقب من قتل عثمان، بل رق بعضها وولى بعضها، فهمت بقى ازاي؟ يبقى الحكاية كلها ناخد بالنا من الحكاية دي. لكن برضه لا نسب من مع معاوية ولا نسب معاوية نفسه، ليه؟ لحرمة الصحبة،
مراعاة الحرمة أولى. فهمت إزاي؟ مراعاة الحرمة أولى، لأن ما زالت له حرمة الصحبة. فهمت؟ عندنا هنا في مقام في بلد اسمها البرومبل، البرومبل هنا إيه؟ ناحية الصف، في طريق الصف، اسمه مقام أويس القرني. ويزار. فيبدو ان ده رجل صالح غير أويس القرني، ده كان على اسمه او يكون من نسله او يكون مقام رؤية. يعني ايه مقام رؤية؟ يعني واحد من الصالحين كان نايم هناك في البلد دي، وبعدين شاف أويس القرني بيصلي في الحتة دي، فقام من النوم وقال ما شاء الله، راح بنى قبر وبنى مقام وكتب أويس القرني. فيسموه مقامات الرؤى، يسموها ايه بقى؟ مقامات الرؤى. لكن أويس القرني نفسه مات في صفين، فهمت؟ هناك في المعركة بتاعت سيدنا علي بن أبي طالب. لكن لا بأس، عايز تزور هنا أويس القرني ما يجراش حاجة، حتى المنطقة اللي هناك يسموا كتير عويس ويسموا كتير أورن، يسموا ولادهم أويس خلوه عويس المصريين، تلاقي عويس كتير في محافظة بني سويف كتير جدا. أنا يجي لي العيان اسمك إيه؟ يقول لي عويس، أقول له أنت من بني سويف؟ يقول لي أه، على طول كده. أو يجي لي واحد يقول لي اسمك إيه؟ أورني. أنت من بني سويف؟ يقول لي أه. كتير، لان المنطقه هناك مشهور ايه مقام سيدنا اويس القرني، وله مولد كبير بيجي له ناس كتير يزور. فاويس خلوها عويس، والقرني القرني سموها اوراني المصريين. فهمت؟ بيكثروا من هذه الاسماء ايه تيمنا بالصالحين. يعني باب من فضائل اويس القرني رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، لأن أويس كان بيخفي حاله، فراجل بسيط كده وده تملي حال الصالحين كالأولياء يخفوا حالهم، فلانه الراجل خافي حاله كده ومش مش ظاهر، فكان يسخر بيه يعني يستهتر بيه يعني، وده حال الصالحين. عشان كده اوعى تسخر من مسلم، لاحسن يطلع ولي. فهمت؟ تحترم كل أمة النبي. فهمت ازاي؟ كل أمة النبي أولياء إلا أنا، تقول في نفسك كده، وأمة النبي كلها أولياء إلا أنا، لأن ربنا بيقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. فهم؟ تحسن الظن بالناس جميعا وريح نفسك. فاهم؟ اريح حاجه ليك كده. وفدوا ان اهل الكوفه وفدوا الى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر هل ها هنا احد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر إن رسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض. يعني هو اللي منعه أنه يترك اليمن بره بأمه، قعد يخدم أمه هناك، فبره بأمه أوصله إلى ذي الولاية الكبيرة مع تواضع قلبه. فهمت؟ قد كان به بياض، فدعا الله كان به بياض يعني برص، كان به بياض يعني مرض البرص اللي هي البقع البيضاء التي تكون في الجلد. قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. يبقى النبي اهو بيحث على مقابلة الصالحين والدعاء وطلب الدعاء منهم. النبي بيقول للصحابة هيجي لكم واحد وصفه كذا كذا، اللي يقابله يقول له استغفر لي. عشان كده سيدنا عمر أول ما قابله قال له الحديث ده، وشاف موضع الدرهم اللي هو البياض وعرف إن دي العلامة بتاعته واسمه، فقال له استغفر لي، فاستغفر لعمر ثم اختفى، ما ظهرش الا في صفين، ما كانش يحب الشهره. هو لما سيدنا عمر قال له كده اشتهر، لو واحد مننا بقى خلاص بقى يقعد كده عامل كده والناس تسند فيه طول النهار، لكن ده متواضع، فخبأ نفسه واختفى
وما بقاش حد عارف هو عايش فين، لحد ما ظهرت المشكلة اللي بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، ظهر في صفوف سيدنا علي بن أبي طالب وقتل في صفين. ده حال الأولياء كده، يكرهوا الشهرة، فهمت ازاي؟ دي حالهم كده. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. أصل طبعا لو اشتهر كان كل الأمة بقى هتروح له استغفر لي استغفر لي استغفر لي، هتضيع وقته، لا هيعرف يصلي ولا يتعبد ولا ياكل ولا يشرب، وطوابير يا عم جايه له، فهو ليه حق طبعا يستخبى. الله يكون في عونه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، ولفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، أمداد أهل اليمن يعني الأمداد التي تأتي في الجيوش في الغزوات، أيام سيدنا عمر كان بتجيله أمداد من كل قبائل العرب عشان كان في غزوات وفتوحات كتير، فكان كل ما يجيله مدد من أمداد أهل اليمن يتفقدهم عشان بيدور على أويس، فهمت إزاي؟ لأن النبي كان قايل الحكاية، قال لهم يأتيكم من أمداد أهل اليمن، النبي قال للصحابة كده يأتيكم في أمداد أهل اليمن. قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له ووالدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. سيدنا عمر يقول له استغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ أوصي عليك يعني؟ قال أكون في غبراء الناس، يعني في عوامهم، أنا عايز أبقى من عوام الناس مش عايز أبقى مشهور، أكون في غبراء الناس يعني في عوام الناس وضعفائهم، أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، أشرف كوفة يعني، جاء واحد من أشراف الكوفة، فوافق عمر فسأله عن أويس. سيدنا عمر قال له أنت من الكوفة؟ قال له شفت أويس، لأن عمر مشتاق ليه بيسأل عليه. قال تركته رث البيت قليل المتاع، ده راجل إيه رث البيت؟ يعني بذل البيت، يعني بيته كده بسيط، يعني راجل فقير، أنت أمير المؤمنين اتسأل ليه على واحد فقير كده؟ حاجة غريبة يعني، وده حال برضو الأولياء، التقلل من زينة الدنيا. قال تركته رث البيت قليل المتاع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. راح بتاع الكوفة ده لما سمع دي، لما رجع بلده راح لأويس قال له استغفر لي، قال له ده أنت لسه جاي من سفر صالح وكنت في حج، ده أنت اللي تستغفر لي، توضعهم بقى أنت إزاي؟ فاستغفر لي، قال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس، ابتدى بقى شهرته هيشتهر، فطن له الناس عرفوه بقى
الراجل بتاع الكوفه ده قال بس ما يعرفوش. عمر قال لي وقال لي وقال لي وقلت له، انتشر الخبر هيبقى بقى ايه من مشاهير الكوفه، يبنوا له قصر بقى ويقعدوا فيه، فاهم؟ ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة. يعني إيه؟ هاجر بقى وفضل ماشي من بلاد الله لخلق الله، مش عايز حد يعرفه، فهمت إزاي؟ باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. وده وصية النبي بأهل مصر دي لعلمك هي سبب حراسة مصر. الناس يقول لك مصر محروسة عشان النبي كان بيحبها. النبي بيحب أهل مصر والله، لأن إيه؟ أم هاجر أم إسماعيل من مصر، وماريا القبطية اللي أنجبت له إبراهيم من مصر، فهو بيحب أهل مصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لكم فيها ذمة ورحما، مش كده برضه؟ وصهرا. الصهر اللي هي إيه؟ هاجر، والرحم اللي هو إبراهيم وماريا. والعجيب ان ماريا وهاجر الاثنين من ايه؟ من البهنسه. البهنسه اللي هي صعيد مصر اللي هي موجوده في المنيا اللي فيها 5000 صحابي مدفون، لانها ارض مباركه. خد بالك ان لا يدفن انسان مبارك الا في ارض مباركه، دي ارض مبروكه. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهبه قال اخبرني حرمله قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرمله وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسه المهري قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحمه. وده من علامه من علامات نبوه نبينا، مساحات الارض يحسبوها بمساحات كثيره في كل بلاد الدنيا الا مصر يحسبوها بالقيراط. فالقيراط ده طريقه حساب لمساحات الارض يعرفها اهل مصر. والنبي ما راحش مصر صلى الله عليه وسلم رغم كده يذكر ما عليه اهل مصر. دي برضه من ضمن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة لأن أهل النصارى مصر لما هيسلموا هيبقوا لهم ذمة وعهد. ورحمة، والرحمة اللي هي هاجر وإبراهيم من ماريا. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها، يعني لا تدخل في خلاف ونزاع على دنيا. اول ما تلاقي ناس بتتخارق اخرج منها. ده بيتكلم ابو ذر. ابو ذر اصلا النبي رباه على الزهد وعدم المنازعه على الدنيا، فهمت؟ فبيقول سيدنا ابو ذر فاذا رايتم رجلين يقتتلان في موضع لبنه فاخرج منها. قال فمر بربيعه وعبد الرحمن بني شرحبيل ابن حسنه يتنازعان في موضع لبنه فخرج منها ابو ذر، ساب لهم مصر ومشي. بناء على ايه؟ وصيه النبي يعني صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حرمله المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسه عن ابي بصره عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما، او قال ذمه وصهرا. فاذا رايت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنه فاخرج منها. قال فرايت عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. باب فضل أهل عمان. عمان اللي هي البحرين غير عمان بتاع البلقان اللي هي إيه؟ عاصمة الأردن. في عندنا عمان دي عاصمة الأردن، دي في البلقان، فهمت بقى؟ عمان دي في البحرين، فالنبي بيتكلم على البحرين، فهمت؟ باب فضل أهل عمان.
وعنه به قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. إصدار بعث رجل النبي عشان يجمع أموال الصدقة الزكاة، فراح لناس اتخانقوا معه ضربوه، قالوا ايه جاي تاخد ايه اتكرشوا، فهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان اهل عمان بقى اهل ايه، اهل كرم واهل ضيافة وطاعة لله ولرسوله. فيبقى كأنه، وعشان كده تعرف في عصر سيدنا ابي بكر الصديق حصل ردة، عارف انت الردة؟ يعني الردة كانت نوعان، ناس ارتدوا وكفروا بالكلية، والناس تانيين انكروا الزكاة بس، لكن فضلوا يصلوا، فهم؟ فبيقول كل جزيرة العرب ارتدت في خلافة سيدنا ابي بكر الصديق بعد وفاة النبي الا ثلاث مدن بس، مكة والمدينة وجواثة في البحرين. جواثة في البحرين. وبعدين ايه، بعد حروب الردة عادت جزيرة العرب الى الاسلام مرة اخرى، لان عندهم كان سوء فهم، كانوا متصورين ان الدين ده متعلق بحياة النبي وخلاص. فلما مات النبي كل حي رجع لعادته، فسيدنا عمر ردهم الى ما كانوا عليه، فهم؟ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. الكذاب معروف اللي يدعي النبوة يعني، والمبير اللي هو ايه، السفاح المهلك المجرم، فهمت ازاي؟ يبقى المبير هو المهلك، قوما بورا، فهمت ازاي؟ ايوه موضع لبنة يعني موضع حجر، يعني موضع بناء يعني مختلفين، حبنا انا هنا يقول له لا الحته دي بتاعتي ارجع كده شويه. ما بتحصل في مصر، يتخانقوا على حدود الارض، انت مش في اللحم. يا ده انا اعرف ابويا مره حكالي ان واحد قتل اخوه بلدنا عشان كانوا مختلفين على حد الارض حوالي شبر، صدق شبر واحد قتله بالفاس، يا حاجه مصيبه. قابيل وهابيل تاني، كان قابيل وهابيل بتتكرر. بتحصل ربنا يبعدنا عن الازمه دي. كان خارج من مصر ايه؟ لما اتخانقوا دول كان خارج من مصر يعني، ما يسمعش الحديث، ما هو فعلا ساب بلدنا ابويا، ما عاش في بلده بس ما يعرفش الحديث، هو كده ربنا جعله بعيد عن بلده. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. وعن ابي قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، يعني على عقبة المدينة يعني إيه؟ يعني بيطردوه خارج مكة بعد ما نزلوه وصلبوا الحجاج، بعد ما صلبوا منع دفنه أسبوع، فضل المصلوب ميت كده مش عايز يدفن، فهمت؟ الحجاج عمل كده، بعد كده أمر بطرده من مكة وأن يدفن في قبور اليهود، إجرام بقى، ما هو الحجاج ده كان آخر إجرام وتجرمه، فهمت إزاي؟ إحنا برضو لو كنا في عصر عبد الله بن الزبير كنا هنبقى مع عبد الله بن الزبير، فهمت؟ لأن الخلافة الراشدة كانت في إيده هو، لعلمك يعني، مش خلافة راشدة لأن خلاص خلصت، لكن كان الشورى وكان اجتماع الناس عليه، أهل اليمن واهل الحجاز واهل العراق بايعوه على الخلاف، ما بيش الا اهل الشام واهل مصر مترددين كعادتهم مستنيين يشوف الحكم هيبقى مع مين، فهمت ازاي؟ لكن كانت الخلافه معظمها مجمعه على سيدنا عبد الله بن الزبير، وقعد كده 8 سنين خليفه، فهمت ازاي؟ جاء الجماعه البغاه اللي هم وراس البغاه وراس معاويه الباغي، فهمت ازاي؟ راحوا وقتلوه في الحرم وهدموا الكعبة وحرقوا الكعبة وصلبوه، ده مش اجرام؟ اجرام ما فيش بعده اجرام، كل ده من اجل دنيا. فالمهم
ابي نوفل ابو نوفل بيقول ايه؟ رايت عبد الله بن الزبير على عقبه المدينه، على ايه يعني؟ على خارج اسوار مكه، المدينه هنا يقصد بيها مكه، شافوا جثه يعني، شافوا ايه؟ جثه، رايحين بقى يدفنوه بعد ما ايه صلب بعده ايام، قيل اسابيع، اختلفوا فيها يعني. قال وعملوا كده في سيدنا عثمان لما قتلوه برضه، منعوا انه يدفن، فضل سيدنا عثمان كده حوالي اسبوع ولا اسبوعين بعد ما قتلوه، ممنوع يدفن، محاصرين البيت وسيدنا عثمان جوه البيت، لا عايزينه يدفن ولا يتغسل ولا يتكف، فهمت ازاي؟ لحد ما فين لانوا بعد مده، دخلوا بعد اقاربه يغسلوه كفنوه وصلوا عليه صلاه السر كده ودفنوه في اخر البقيع. الاجرام هو الاجرام، فهمت ازاي؟ موجود في كل زمان يعني. رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، قال فجعلت قريش تمر عليه والناس. الناس بقت تمر على جثته بقى، لأن أهل قريش كانوا زعلانين جدا من اللي حصل. لأن أولا عبد الله بن الزبير كان عابد صوام قوام صالح وكان حاكم عادل. فهمت؟ فبقوا زعلانين، يمروا على جثته كده قبل ما تدفن أهل قريش. إيه؟ وزعلانين يعني. فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عدى بقى عليه فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب. هو ليه ثلاث كنيات، خبيب ده ابنه الكبير، ابن عبد الله بن الزبير الكبير اسمه خبيب فكني به، ولي ابناء تانيين فكان يكنى بابا خبيب وابا بكر وابا بكير، فاهم؟ لان بكر جده، سيدنا ابو بكر ايه؟ جده، لانه ابو اسماء امه، سيدنا ابو بكر ابو اسماء امه، فجده ابو بكر الصديق، فكان مسمي احد ابنائه بكر والابن الثاني بكير، فاهم؟ علشان يتنادى هو ابا بكر، عشان يتنادى بكنية جده، فهمت بقى؟ فكان ليه كذا كذا كنية، أبا بكر وأبا بكير وأبا خبيب، دي كلها كنيات مين؟ عبد الله بن الزبير. يبقى بيكلمه وخطبه ميت بيسلم عليه، يبقى اذكروا محاسن موتاكم. فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، يعني أنا كنت مش عايزك تدخل في هذا الشقاق السياسي يعني، كنت أنهاك عن هذا، لأن سيدنا عبد الله بن عمر كان رأيه ترك أمور الدنيا والخلاف والخلافة بعد النزاع، طالما حصل نزاع اترك الكلام ده كله، فكان رأيه كده، فقهه كده. فبيقول له إيه؟ أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها، ما هو كانوا الأمويين بيقولوا أشر واحد في الأمة عبد الله بن الزبير، كانوا بيقولوا كده على المنابر، فاهم؟ فبيقول أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. تبقى لما تبقى انت اشر واحد في الامه، تبقى الامه دي خير كبيره قوي. لما انت يعني الاخير في الامه دي وحشها. اذا كان الوحش بهذا الحلاوه تبقى الامه ايه؟ كلها اخر جمال بقى، امه عسل. فاهم؟ والله لأمة انت اشرها لأمة خير، لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله، كان الحجاج واقف هناك عند الصلب لما نزلوه. سيدنا عبد الله بن عمر راح نفذ من العقبه دي يعني، مشي من هذا الطريق لان العقبه طريق بين جبلين. فمشي لحد ما وصل ايه؟ عند الحجاج، الموضع اللي نزله منه ايه؟ عبد الله بن الزبير. فارسل اليه، وقوله فارسل اليه، وقوله فأرسل إليه فأنزل على جذعه فألقي في قبور اليهود. فأنزل اللي هو عبد الله بن الزبير يعني جسده. فأنزل عن جذعه اللي هو كان صلبه عليه. فألقي في قبور اليهود، كمان دفنوه في قبور غير المسلمين، شوف قلة الأدب. شوف قلة الأدب.
ثم ارسل الى امه اسماء بنت ابي بكر. وام اسماء كانت لسه عايشه. الحجاج بعت لمين؟ ليها، تعالي علشان كمان تشوف ابنها هيدفن فين، وتشوف هو بينزل من الجزء. شوف شوف النكايه، شوف يريد النكايه ازاي، عايز امه كمان تحضر الموقف. ثم ارسل الى امه اسماء بنت ابي بكر فابت ان تاتيه، فاعاد عليها الرسول: لتاتيني او لابعثن اليك من يسحبك بقرونك. بعت لها واحد تاني قال لها: تجيلي يا اما هجيبك من شعرك. قرونك يعني ضفايرك. فهمت ازاي؟ فاعاد عليها الرسول: لتاتيني او لابعثن اليك من يسحبك بقرونك، يعني بضفائرك. قرون المرأة هي ضفائرها يعني. قال فأبت. تنا أسماء دي كانت قوية جدا، مش أي كلام يعني. القرون مش هروح. قوية. ما هو أنجبت عبد الله بن الزبير. سيدنا الزبير بن العوام ده كان من أقوى وأشجع صحابة النبي. النبي يقول عليه: لكل نبي حواري وحواريه الزبير بن العوام. فشوف بقى الزبير وأسماء قلوب حديد شجعان. ينجبوا مين؟ هنجيبه ايه؟ حاجه اسود. فهمت؟ فمش همامها. قرون، انا بتاع قرون برضو مش رايح. يجي بقى يشوف اعمل ايه. فهمت ازاي؟ اقوياء يعني. قال فابت وقالت: والله لا اتيك حتى تبعث الي من يسحبني بقروني. اما شوف هتعمل ايه. قال فقال: اروني سبتيا. قام الحجاج قال لهم: طب هاتوا لي الشبشب بتاعي بقى وانا هروح لها. سبتيا اللي هو ايه؟ الشبشب بتاعه، النعل بتاعه يعني. فقال: اروني سبتيا. فاخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليه. يتوذف يعني يسارع الخطب، يمد يعني رايح لها. فقال: كيف رايتني صنعت بعدو الله؟ على ابنها. شفت انا عملت ايه بعدو الله؟ اللي هو ابنها بيقول لك. قالت: رأيتك أفسدت علي دنياه وأفسد عليك آخرتك. شفت بقى القبض الحكيم؟ أنت خدت منه الخلافة دني، والحكم ده دني، أفسدت علي دنياه، وهو أفسد عليك آخرتك لأنك قتلت مسلم بغير حق. كلام فقه، كلام يوزن بالذهب. فهمت؟ قال: رأيتك أفسدت علي دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين. أنا والله ذات النطاقين. والنطاق اللي هو ما يربط به وسط المرأة زي الحزام كده، تربط به وسطها عشان ترفع ثيابها من فوقيه، يقوم إيه؟ ما تتكعبلش فيها وهي مشغولة في أمور العمل. فاهم؟ لأن ثياب المرأة تملي طويلة، فلما تيجي عايزة تشمر عشان تعمل وما تتكعبلش بهدومها، تعمل ايه؟ تروح لفه وسطها بايه؟ بحزام، وترفع هدومها من فوق الحزام تتنيها كده. واخد بالك ده؟ فهي لما كانت راحه بطعام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار ثور في الهجره، بعتنها بطعام النبي صلى الله عليه وسلم، فما لقتش حاجه تلفهم فيها. فراحت فك النطاق بتاعها وقسمته نصين. نص وضعت فيه طعام النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الثاني تم انتقل بيه. فهمت بقى؟ عشان كده سموها ذات النطاق. أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. شوف الجرأة. ده الناس ما كانتش تقدر تبص للحجاج مش تكلمه. ده كان بيقتل بالنظرة، عامل زي فرعون كده يعني، مجرد بس يبص بصة كده متفق مع حراسه، ليه بصة معينة لو بص عليها معناه اقتلوه. كان خطير، الناس كانت تخاف تبص له. فهمت ازاي؟ وشوف الجرأة بتاعتها. فبتقول له ايه؟ اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان في ثقيف، اللي هو ايه؟ هو الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف، خد بالك، ان في ثقيف كذابا ومبيرا، فاما الكذاب فرايناه، اللي هو مدعي النبوه، المختار ابن ابي عبيد، ادعى النبوه بعد النبي. فهمت؟ المختار ابن ابي عبيد من ثقيف وادعى النبوه، ده الكذاب عرفناه.
فهمت؟ فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير، المبير اللي هو السفاح المهلك المجرم اللي هو العاتي في الإجرام سموه المبير، فهمت؟ وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، قال فقام عنها ولم يراجعها، خاف منها بقى ما رضاش يرد عليها، قالت له حدثنا رسول الله، تقول ايه يعني، فضحته يعني. باب فضل فارس، يعني لا اظنك ولا اعتقد الا انه هو، يعني لا اعتقد الا انه هو انت، ادي معنى لا اخالك، يعني لا اعتقد الا انك هو. لا لا، ده كان قائد حربي سياسي فقط، ما خدش الولاية. عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، ما هو مروان بن الحكم ابو الحكم ده النبي لعن، وكان المروان في صلبه ونفال الطائف، فهمت ازاي؟ يعني مروان ده كان ملعون وهو في صلب ابيه مع ابيه، هو النبي لعن ابوه الحكم، ليه بقى؟ لانه كان بيمشي خلف النبي يسخر بمشية النبي، والنبي يرى من خلفه كما يرى من امامه، كان شعر، فالنبي لما شافه كده ايه امره ان يترك المدينة ويسكن الطائف ولعنه، كويس؟ فكان المروان ده ملعون وهو في صلب ابيه، ومروان ده لما تدور على سيرته تجده هو السبب في قتل سيدنا عثمان، لانه قلب الناس عليه دون ان يشعر، فينصح سيدنا عثمان باشياء، وكان يعمل من ورا سيدنا عثمان اشياء يقول عثمان قال لي اعملها، لما قلب الناس على عثمان، فهمت؟ وبعد كده انجب عبد الملك اللي هو جاب الحجاج اللي قتل 100,000، شوف قد ايه، من اجل ان يثبت لهم الحكم. فالامويين دول اصلا عاشوا على دماء المسلمين، فهمت؟ فربنا ينجينا منهم، عشان كده ربنا جاب لهم سفاح بعديهم اللي هو اللي عمل الخلافة العباسية، ده كان يسموه السفاح، كان بيقتل بإيه؟ بالنفس، يعني مجرد اقتلوه بس كده انتهيت، يعني كان يسموه السفاح، عشان كده قتل وعمل قتل وأنشأ بعد كده الخلافة العباسية، فهمت بقى ازاي؟ جات الخلافة العباسية برضو على مئات القتلى، وبعدين الخلافة العباسية نفسها كان فيها فساد، فربنا سلط عليهم الأتراك خدوها العثمانيين منهم، والأتراك كان فيهم فساد فربنا خلص الناس منهم وسلط عليهم غير المسلمين فضيعوا الخلافة، وهكذا يعني. يعني ما أصابنا من مصيبة فمن أنفسنا لعلمك، كل مصيبة أصابت هذه الأمة من الظلم الذي انتشر في حكامها، فربنا ينجينا. باب فضل فارس، وعنه به قال، يعني فضل فارس الذين أسلموا منهم يعني، وعنه به قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا، يعني عند الثريا دي نجم معروف في السماء، يعني لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس لقوة همتهم وقوة عزمهم وعدم تسلل العجز واليأس إلى قلوبهم، فهمت ازاي؟ ادي معناه، وعشان كده تلاقي الإمام البخاري من فارس، الإمام مسلم من فارس، الأئمة اللي حملوا السنة من فارس، شوف ايام النبي ايام العصور بتاعتهم انتشر الاحاديث الموضوعه، كل من هب ودب يقول قال رسول الله قال رسول الله، لما هيشوهوا الدين، فهمت ازاي؟ فام هب هؤلاء الناس من فارس الترمذي والنسائي والبخاري ومسلم وابن ماجه اصحاب الكتب السته كلهم من فارس، في زمن كانت ايه وسائل المواصلات صعبه، وبالرغم من كده لم ييأسوا، مشيوا في جميع بلاد المسلمين على أقدامهم، على متطوع محدش بينفق عليهم، تطوع كده عشان يجمعوا كلام النبي وحديث النبي ويوثقوه بالأسانيد المعتبرة القوية ويجمعوه في مسانيد، شوف قد إيه بقى قوة عزمهم
ده انت دلوقتي بيقول لك ده فلان قاعد فلان وممكن تروح له في الطياره بساعتين، تكسر في الطياره بساعتين. والامام البخاري طوف البلاد وجميع علشان الصحابه انتشروا في البلاد، فتفرق حديث النبي، فكان عشان تجمعه يعني ايه؟ يعني معناه تسافر كل بلد وتجلس مع الناس وتصنف الناس كمان، الكذاب ما خدش منه والضعيف ما خدش منه واللي بينسى ما خدش منه واللي بيختلط ما خدش منه، واخد من الايه؟ الاثبات. فكانت عملية صعبة جدا لما تفكر فيها بظروف الزمن. ما كانش فيه كمان ورق ولا فيه قلمة ولا فيه وسائل تسجيل للأصوات ولا فيه أي حاجة. برغم من كده كان يجيبوا صحاف، كان يشيل مثلا 200 حديث يشالهم في شوال على كتفه. انت دلوقتي بتشيل صحيح البخاري كله تحت باطك، فهمت؟ يعني كانت ظروف صعبة وما كانش عندهم مصاريف، لدرجة بعضهم كان لا يأكل عدة أيام عشان يجيب حبر يكتب بيه. لما تعرف سيرته يقعد عدة أيام لا يأكل لأنه ما عندوش مال يجيب أكل ويجيب حبر، يقوم يجيب حبر وما يجيبش مال. درجة أن أبو زرعة، يحكى عن أبي زرعة وهو من حفاظ الحديث وله مسانيد، أبو زرعة يقال أنه كان في المدينة المنورة وكان قاعد أسبوع ما يأكلش لأنه بيجيب حبر ويكتب، يجيب حبر ويكتب وهو ما بيأكلش. لما جاع يعني هيموت خلاص، دخل عند النبي في المقصورة الشريف، قال يا رسول الله أنا ضيفك، ونام. كان ينام في المسجد، فبص لقى الساعة في نص الليل باب المسجد بيخبط وبيفتح، والي المدينة جايب طعام قد كده لأبو زرعة. قالوا النبي في الرؤية، قال له أعندك طعام وتترك أبو زرعة عندي جائع؟ قالوا النبي في الرؤية. فقالوا بإيه؟ بزكايب طعام قد كده، وأداله ورقة قال له كل ما تحتاج تعالى لي، بس أي ما تحتاج تعالى لي، يا عم ما تبعتليش النبي تعالى لي. فيعني كانت امور صعبه. ادي شفت بقى الهمه العاليه، ادي معنى لو كان الايمان او الدين في الثريا لذهب اليه هؤلاء. كان جمع سنه النبي كان من الصعوبه بما كان. وانا في رايي ان هذا الحديث نبوءه من النبي صلى الله عليه وسلم بان من يحمل السنه من فارس، نبوءه له صلى الله عليه وسلم. فبيقول ايه؟ لو كان الدين عند الثريا، والدين هنا اللي هو ايه؟ سنة النبي، هو سنة النبي اللي جمعها اهل فارس اصحاب الكتب الستة. الامام احمد بن حنبل صاحب المسند منين؟ مروزي، من مرو. احمد بن حنبل من مرو، مروزي جمع لنا مسند احمد فيه 28,000 حديث، فهمت ازاي؟ فكلهم جايين من المنطقة دي من فارس. شفت بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناوله، حتى يتناوله. وعنه بيقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول، من هؤلاء يا رسول الله؟ الآية بتقول وآخرين لما يلحق بهم. فبيقول إيه؟ من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء. يبقى وآخرين منهم لما يلحق بهم، يعني إيه؟ حيأتي في عصر التابعين يعني، واخد بالك؟ وقال ان ايه؟ وجاب سلمان يقصد جنس فارس من خلال سيدنا سلمان. فارس دلوقتي ايران؟ لا، ايران وتركستان واوزبكستان، المنطقه دي كلها كانت ايه؟ ماسكها فارس، والعراق كل ده كان ماسكها فارس، ومرو، فهمت ازاي؟ والراز والري اللي خرج منها الامام الرازي، وامام الحرمين الجويني عبد الملك، فهمت ازاي؟ وغيرهم وغيرهم، كل دول طلعوا من فارس، فهمت ازاي؟ والامام البلقيني من البلقان، كل دول طلعوا من فارس. شفت النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيخبر عن مين اللي هيحمل شعله هذا الدين من بعده من حيث العلم، وكما اخبر عن الخلافه الراشده، واخبر عن الملك العضول، واخبر عن البغي الذي ياتي على سيدنا علي، يعني اخبر بكل المغيبات التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم. وعنه بيقال باب قوله، باب قوله، لو قلت باب تقول قوله، ولو قلت باب تقول قوله،
فهمت بقى ازاي؟ باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة، يعني عدد الناس اللي يعتمد عليهم في وسط الناس قليل قوي. لما يبقى عندك 100 جمل تلاقي منهم واحد يصلح للركوب والباقي لا يصلح. فهمت ازاي؟ يعني كده ان المعتمد عليه من الناس اهل الخبرة واهل الثقة هيبقوا قلة، وكلما تقدم الزمان كلما قل. وعن ابي قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. يعني حياتي زمان تبحث عن اهل الفضل واهل الثقة لا تجد، تصور الى هذه الدرجة. فنسأل الله السلامة. ونقف على كتاب البر والصلة والآداب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلنا عليك.